مشاهدينا الكرام متابعي قناه بي ان سبورتس، احباء الرياضه الاولمبيه، مرحبا بكم في برنامجكم اليومي يوم الالعاب الاولمبيه الذي سيكون متنوع كما جرت العاده، وسنخصص حيز كبير لكره اليد باعتبار ان ضيفنا اليوم من محللي قناه بي ان سبورتس لكره اليد. سعيد جدا باستقبال الكابتن احمد سعد امان نجم كره اليد القطريه سابقا. كابتن احمد مرحبا بك. مرحبا بلال، ارحب فيك وارحب في الاخوه المشاهدين. مرحبا بك إذن أحمد، وطبعا نذكر مشاهدينا الكرام بسؤال الحلقة كما جرت العادة. طبعا كم يبلغ عدد الميداليات الذهبية التي نالها القطري معتز برشم حتى الآن؟ طبعا قطر تميزت في تنظيم الدايمون ليج ليس لأول مرة، نذكر أن قطر ستنظم بطولة العالم لألعاب